ألف مبروك للنجم عبد الرحمن سعودي. عبد الرحمن عامل بطولات رائعة ومؤدي أداء كبير جدا جدا مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة، يستحق من كل جمهور النادي الأهلي التحية. فاروق صلاح زميلنا فاروق صلاح ومن أرض الملعب عمل هذا اللقاء مع أحد النجوم الكبار في الكرة الطائرة. ألف مبروك. خلينا نطلع نشوف ماذا قال عبد الرحمن سعودي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. واحد من افضل اللاعبين في النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي، واحد دايما من اللعيبه اللي في الوقت الصعب بتلاقيه موجود بقتاله بحماسه بروحه، كواحد من ابناء النادي الاهلي واحد من جمهور النادي الاهلي. سعودي برحب بيك النهارده، الجمهور الجميع رسم ملحمه جميله النهارده، توجت بالتتويج بالكاس الافريقي. الحمد لله تعبنا جدا جدا السيزون ده عشان خاطر نعوض اخفاق السنه اللي فاتت، والحمد لله زي ما وعدنا الجماهير وبنصالحهم الحمد لله وفي صالتنا في النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين. يعني خدنا 3 بطولات وان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله الرابعه باذن الله. عبد الله عبد السلام قال لي كلمه واحنا بنتكلم، قال لي كلمه مهمه جدا، قال لي الفريق النفوس صافيه، اوضه اللبس في النادي الاهلي امور ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي، النفوس صافيه، اي لعيب داخل الملعب روحه على اللي بره الملعب، اللي بره الملعب روحه وقلبه مع اللي جوه الملعب. اعتقد ده عنوان بيتوج او بنشوفه خلال البطولات اللي بيحصدها النادي الاهلي. طبعا طبعا الفرقه كلها الحمد لله على قلب رجل واحد، احنا متفقين دايما، اللي جوه دايما بيشجع اللي بره، اللي بره دايما بيقول لو في حاجه مثلا بيدخل يقولها اللي جوه، بنساعد بعض دايما، في الحمد لله روح كويسه في الفرقه. فالحمد لله ده يعني حتى بيبقى واضح في الملعب الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكرمنا عشان خاطر يمكن كده برضه. مشهد المباراه النهائيه والجمهور ده حابب تقول لهم ايه؟ الجماهير نادوا على اللعيبه فرد فرد، لاعب لاعب، كل واحد في الجمهور عارف قيمه كل فرد في هذه الفريق، والفريق ايضا عارف قيمه جمهور النادي الاهلي. طبعا احنا كنا مستنيينهم، واحنا يعني دايما متعودين، هم دايما على طول واقفين معانا واقفين في ظهرنا بيشجعونا. كانوا موجودين معانا 2018 بطوله افريقيه و2019 هنا في النادي، والحمد لله برضه ربنا كرمنا بيها، ودايما يعني واقفين في ظهرنا وبيدعمونا، دي حاجه جميله جدا، وده دايما اللي احنا متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي العظيم. سعودي لو هيقول كلمه لوالده ووالدته، وانا عارف مدى ارتباطك بيهم، وانت يعني اكيد هم بيشوفوك دلوقتي ومتابعين اللقاء والمباراه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، حابب تقول لهم ايه؟ حبايبي بشكرهم طبعا على دعمهم ليا دايما، وانا صراحه تعبهم معايا على طول معسكرات وعلى طول بهدله وهنا وهنا، بس الحمد لله رب العالمين. يعني بشكرهم طبعا وبقول لهم يعني انتوا احسن اب وام في الدنيا. يعني بشكرك يا سعودي ومستنيين منك كتير، واكيد هم مستنيينك كاحد او كافراد من جمهور النادي الاهلي، اكيد مستنيك الكتير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا يا زوق. شكرا.